السلام عليكم. الحلقة الثانية من سلسلة المرونة في رياضة الكاليستينكس. في الحلقة السابقة اتكلمت عن مرونة الريست والإلبو، اللي ما شافها يروح يشوفها. وفي هذه الحلقة حتكلم عن مرونة العضلات المحيطة بالأكتاف. مرونة الأكتاف مهمة جدا في رياضة الكاليستينكس، بمعنى أنك بتحتاجها عشان تسوي وضعية الهولو بشكل كويس، وكمان عشان تسوي الستريت هاند ستاند والهاند ستاند فورم الكرسي والإلبو ستاند، وحركات متقدمة كمان زي حركة الهفستو بأنواعها. فلازم يكون الكتف قوي ومرن. وجبت لكم بعض التمارين اللي حتفيدكم في زيادة المدى الحركي للأكتاف. في هذا التمرين نمسك المرفق باليد الأخرى ونسحبه ونميل كما هو موضح ونثبت. التمرين هذا نفس التمرين اللي قبله، بس نخلي اليد مستقيمة. في هذا التمرين نشبك الأصابع بهذه الطريقة، ونرفع الذراعين للأعلى وقد ما نقدر نخليها مستقيمة، ونميل لليسار واليمين كما هو موضح. وفي هذا التمرين نطبق التمرين كما هو موضح، مع مراعاة أن الذراعين تكون مستقيمة وليست مثنية، وتكون مفرودة على الآخر. في هذا التمرين نجيب طاولة أو أي شيء مستوي ونحط عليه الكفين، واليد تكون مستقيمة، ونبدأ ننحلل للأسفل كما هو موضح. ونقدر نسويه كمان بيد واحدة. هذا التمرين نفس اللي قبله، لكن نحط المرفقين وننزل بنفس الطريقة ونثبت. هذا التمرين نحط اليد على الجدار وهي مستقيمة، ونلف الجسم بهذه الطريقة ونسوي ثبات. هذا التمرين نحط الطاولة والصندوق خلفنا، ونحط اليدين بهذه الطريقة ونثبت، وكل ما نزلنا للأسفل كان أفضل. في هذا التمرين نسحب المرفق بالساعد باتجاه الجسم كما هو موضح ونثبت. في هذا التمرين لازم تكون اليد مستقيمة، وننحني للأسفل كما هو موضح ونسوي ثبات. تقدر تسويه على الجدار بهذه الطريقة. وطبعا أكيد حتسألوا متى نسوي هذه التمارين، وهل نضيفها للتمارين الموجودة في الحلقة الأولى؟ أيوة عادي، تضيفوها وسووها قبل التمرين الأساسي. وبالنسبة للعدات تكفي 5 عدات من كل تمرين، و10 ثواني ل20 ثانية بالنسبة للتمارين اللي تحتاج ثبات، وما يحتاج تسويها جلسات، وعادي تسويها بشكل يومي. وبكذا نكون خلصنا الحلقة الثانية من السلسلة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير. فمان الله.